مرحبا أصدقائي، يسعد لي أوقاتكم يا رب. الصراحة لسه لهلأ الناس عم تسألني وعم تبعت لي على اليوتيوب وعلى فيسبوك إنه نحن لسه ما عرفنا شو هو 15 شهر، مين بيشمل مين ما بيشمل، إيمت ببلش العد ال 15 شهر، أول ما نيجي على هولندا ولا من بعد البيت ولا مو، في ناس لسه ما بتعرف شيء. أوكي، أنا رح أحكي لكم بالتفصيل وباختصار مشان ما اطول الفيديو. الواحد اول ما يجي على هولندا راح يقدم لجوء ويقدم الاوراق لحتى يستنى الاقامه. طبعا الكل كان بيعرف انه مده الاقامه اوكي يعني ماكسيموم كان 6 شهور، ممكن اكثر شوي. في ناس اخذت الاقامه اقل من 6 شهور وفي ناس بعد 8 شهور، يعني الاقامه حظ. انا من الاشخاص اللي اخذت الاقامه على 11 شهر، وهي تقريبا من 4 سنين الحكي، كله حظ. يعني ممكن صديقك ياخذها بثلاث شهور وانت بتاخذها بتسع شهور، ما في وقت محدد. اوكي اصدقائي، اوكي اخذت الاقامه من هون مباشره راح اتقدم اوراق لم الشمل. اوكي، من هون ببلش ال 15 شهر، مو من قبل الإقامة أو من أول ما تبصم، لا، من بعد الإقامة بتقدم لم شمل أوكي وبتعد 15 شهر. بس انتبهوا كتير منيح ودقوا معي بالكلام، هن بيقولوا 15 شهر أوكي، وإذا ما إجى إذا ما طلع لك البيت رح تيجي عائلتك، رح يجيبوا لك عائلتك. أوكي طيب، بحال طلع لك البيت قبل 15 شهر ما انك مضطر تستنى 15 شهر لتيجي عائلتك. ليش؟ لانه انت خلص طلع لك البيت لنفرض على 10 شهور على 11 شهر اوكي، ما راح تضطر تستنى ليصير 15 ليجيبوا لك عائلتك. ليش؟ لانه هن من الاساس عملوا هالشيء كرمال البيت، كرمال الناس العائله تيجي دغري على البيت اوكي، لانه هلا في ازمه سكن، فمشان هيك طالت او طولوا مده اللم الشمل. بس في حال اخذت البيت قبل بسنه، وبعتقد يعني اغلب الناس عم يطلع لها ممكن على 7 شهور على 8 شهور على 9 شهور وممكن اكثر حسب كل شخص. البيت حظ اصدقائي، ففي حال اخذت البيت اوكي رح تقدر تجيب عيلتك حتى لو ما كفيت ال 15 شهر. اوكي واضح لهون؟ يعني بتمنى يكون الشرح واضح والناس عرفت شو المقصد من 15 شهر. وفي حال ما طلع لك بيت ب 15 شهر رح يجيبوا لك عيلتك ويقعدوا معك بالكامب لبين ما يطلع لك بيت. اوكي اصدقائي، لهون تمام؟ اذا في عندكم اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي تحت بالتعليقات، واذا اول مره بتشوفنا صديقي الغالي اشترك بالقناه، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد نزله، واكيد انا رح صير نزل شغلات، شوف في مستجدات، شوف في اخبار، نصائح، معلومات، كل شيء حول هولندا ومناظر حلوه قريبا. يعني ان شاء الله تكونوا هيك منورين القناه. يسعد لي اوقاتكم اصدقائي، وبالناحيه عفوا من ناحيه القاصر رح نحكي في بفيديو ثاني ان شاء الله. تحياتي لكم وباي باي.